احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي، ننقط، انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده؟ على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والوجبات دي، يضيف فرحين. ام فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص، قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيله الجمال. بخن بخن. مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان، ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين عم ابو ذهب. يا قوم يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم؟ لأن أنا هعمل الحكاية دي قدامهم إزاي؟ هو إيه ده الجمل بيلاقوا له دروة عشان يخش فيها؟ أنت عايز تعمل الحكاية دي هنا؟ هيا يا لمبي إلى خيمتنا. هيا إلى خيمتنا. الله يا عم الحاج، إحنا نفتح مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش يعني مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض، ها؟ وابقى عريس اللي يبقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. للمأسى. هند عروس؟ انت تسأل ان انت تبقى عروسة، ان من صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت اوي انه ده في حياتي، طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس اوجب وامشي. كنت اخش كده ابص على العريس والعروشة والمعدن في قلب الكوسة واحد عليهم، كنت اقول انت انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسة زيهم. بس يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض، يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن ال كده جوه نفسية يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة ليه؟ انا بقول لك انت جوه يعني خرج اللي جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعدعي يعني انت بعدعي. ماذا تريدين ان تبعدعي؟ أجل إحساسي الآن وأمس. أجل هو إحساسي الآن وأمس. يا لمبي. أيوه هو ده الشغل. لقد كنت فتاة بلا قلب. بلا مشاعر. بلا حنين. وأتيت أنت. أنرت القلب. وأيقظت المشاعر. وأشعلت الحنين. يا لمبي. يا مرا قلبت امسية دينية كده ليه؟ يا ستي ده انا لو هنتحن عربي مش هسمع الكلام اللغة العربية ده كله. انا اريد ان انا اتزوجك، العب معاك عريس وعروسة. فهمتك. ايوه. ولكن هناك شروط. عرفها دي؟ كله بيحب قوي دينا النور والمشعل دي، النور مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ المشعل، أقصد المشعل، وبعد مشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابه أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة. يا ستي إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض. لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم يا رب التمام. انت اللي منحس الليلة. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امك كمان معانا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا.
تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. أيوة. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. أيوة. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم. هذا أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها. حياتي حياتي. وأمها. أيوة حياتي كده ويسمعوا إن في راجل جوه. أي حاجة نداري بيها عارنا اللي إحنا فيه. يا بنت اهدي يا بنت اهدي اهدي. أنا هقول لك على حاجة. بصي يا بنت. يجب إن أنت تهبي عليا. وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض فهتلاقي هباب حصل. فتبقى انتم بهباب وانا ابو هباب. خايف في سلامة. نعلمتني يا ام سلامة كده. ادي امشي بقى. واعي يا بنت ده لنا عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليلة معاه. يا حبيبي. ايه ده؟ قطعت قطعت. انت ليه بتنامي فجأة دايما؟ ليه؟ نومي ده تعبان. تعبان يا ماما. تعبانة من ايه يا قطعت؟ تعبان في الشمس. عاجبك كده على الصوت بكير جه وانت ما قلتيش اي حاجة. اي لو ما انا بقى عشان خاطر السجن بقى عشان تمام. اكبر متحيز للعالم متحيز لمصر. السجن كله عنده خبر ان سلامات هتشرف هنا وانتوا نايمين على ودانكم. اخص عليكم نسوان لمامة. انا الحق عليا اللي بعتمد على اشكال بيها زيكم. مين سلامات دي؟ سلامات دي يا اختي اللي انت بوظتي عليها الهروبة بتاعتها. يلا اسمي تبقوا تحسبوها تضربني؟ ينفع تضرب واحدة في سن امك؟ وانا مالي يا اختي؟ مش انت اللي شكلتيها في الاول؟ اشربي بقى. وانت يا مزبوطة. وانا مالي يا اختي؟ دي وليه قوية ومفترية ماليش دعوة بحد. ما تصدقوا بقى انت مناصر بقى عندها حق بقى. ما ايوة عندها حق ولازم تعرف بقى اللي سلامات تدريتها في الغيابة. قالت هي وليه يا مطاق؟ أبو دبي جانب. قولي يا بيت تعالي عودي جانب. بل بس بالراحة. سبتك في غيابك. قالت ايه؟ قالت عليك ان انت وليه الاخر. ينهار مش اسود. وعليك كمان. قالت ايه كمان؟ قالت عليك لو انت واقفة ورحنا شدين البنطلون هنلاقيك راجل. يخرب بيت ابوها. عارفه ده بقول اللي قدامي واللي قدامي وربنا. عارفه يا قطاطة لولاكي كان زماني على عماية. لا وده كمان قالت ايه؟ قالت ام ياسر. ايه دي كمان؟ ام ياسر ايه دي كمان يا بوحدي؟ ام ياسر دي تروحي كده تلعب في اي حاجه ثانيه. يا فاكر نرتاح هتحمي قطاطة؟ لو جت كده هضربها هي وقطاطة. ماشي لولاكي كنت فضلت على عماية لحد ما المدعوة سلامات تشرف هنا في السجن ويبقى وشي في وشها من غير ما خطط لها ولا تكتك لها. انا قدمتك يا ام ياسر ولو عايزاني اقعد في اي وقت. بقولك ايه يا قطاطة؟ ماشي هو انت من النهارده في حمايتي. وبالنسبه للطار اللي مبيتهولك المدعوة سلامات لا مؤاخذه تبقى تبل وتشرب ميته. يا احمد يا نهار اسود. شفت الولية حرشانة عملت ايه؟ بلفت ام ياسر وحطتها تحت باب وقال ايه؟ هتخليها الفتوة بتاعتها. انوسة دي والعبان شكلنا كده احنا التلاتة مع بعض هنبقى منصريانة. ده مش بعيد يا اختي تخلينا نمسح بلاط العنبر ونعمل لها حواجبها في السكة. جرايه مرة منك ليها.
في ما بقاش اسم على مسمى. اما كعبلتها في مشوار وخليتها تروح ما ترجعش. ايه عدلي بقى كده اهو بس تعدلي خلاص كده مظبوط ولا ايوه ده كده مظبوط ماشي في سي قطاطا ما عارفه حبيبي تعدلي من جوه عارفه يا تيتا قطاطا زون تيتا قطاطا هو صحيح جده ضفر لي شعري كذا مره بس انت بتضفريه لي زي ماما الله يرحمها بالظبط زي ماما الله يرحمها اللي ماتت الله يرحمها الله يرحمها يعني أي حد في الدنيا ممكن يعمل لك التنفيره دي؟ اعملي عصة الأسد. لا قطط أنا ما أقصدش، أنا أقصد بس إن أنتي فكرتيني بماما. ماشي يا حبيبتي بصي رغم إن أنا أكبر من ماما وأعمل منها 13 ست إنها ما تقدري تعمليني زي ماما الله يرحمها. ما تقوليش الله يرحمها. انت مش سبحان الله بقك هنا تحت اهو اديكم معملي كده بقى قدام ايوه انت فين يا قطاطا ايه ده هو ايه اللي الخرم في الخرم هو ده ايه ده مناخير يا قطاطا ده خرم المناخير فوق ايوه بق اهو بق اهو ايوه صح الخرم بيبقى فوق بتاع المناخير يا سلام ده انت عارفه ده زمان ده انا ياما زوقت عراجل استنى عشان اظبط الدبلوج لما ظبطت عرايس كانت تجيني بقى العروسه من باب السحريه وكنت ونبص كنت بجهزهم واديله العروسه كده في ايده واقول له خد سلم يا عم كان بيعملوا ليله وبيجوني كل ليله خميس بجد؟ مع المصحف كنت بزوقها والراجل كان بيتنفخ عندنا تحطي ميك اب حلو جدا بصي انا كنت يا طاطا دي مناخير يا طاطا ما انت بتحطي كويس اهو بتلحوسي فوق ليه ما هو وهو بقي اهو انت حطيتي صح انت بوقك مش مظبوط ايوه بس كده عمي عمي بقى كده حلو لا حب اشفافك ايوه بس روحي بقى شوفي نفسك بقى في المرايه وهتعرفي اللي عملتي ايه بقى ماشي يلا وانا ده لسه هزوق ايه رايك بقى ايه 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 يا حبيبتي تعالي هنا في حاجة حصلت عايزة رؤسة دي انت عايزة رؤسة دي ايه ده ايه ده انت بوظت المقياس انا برضو اللي بوظته ايه ما انت بوظت المقياس بس لازم طيب بصي يعني نعمل غيره واحنا بنحكي ماشي لا انا كده حدوته طيب ماشي كيف حدودة بتاعت الليمبي حبيبك؟ تاخد الليمبي حبيبك؟ ماشي قول يا قطاطا قول طيب انت كويسة والله خلي المكان نزاد يا كرام وملح ده الكلام ده بيكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام والآن أغمض عينيك يا لمبي أه تعال أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكون والآن أيوه. افتح عيني أقدم لك هريسة صنم قصدك هريسة مول وما هو المول يا لمبي المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة بلا أقدم لك هريسة صنم أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله أصنام كبيرة للمعابد هيا وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل أما هذه الأصنام الصغيرة أيوة دي بقى أكيد دي
للمدادة بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ ده عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. أجل أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما الضحكة في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل. وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي، يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو، ألم تقل لي في البارحة امبارح في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي، وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم، ده إيه؟ ده كبير فيه نقده كده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل، فهم. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي. أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. لا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي، لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتم. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر احذر، ألم أحذرك؟ يا عم تحذر إيه يا عم؟ أنا بلعب معاك، ده زي عم الفيلم بتاع فخر الإسلام بتاع حنظ. انت ما تعرفش. انا مش هاجي غير على الكبير لهبه اللي فيهم ده. اهو يا عم، احذر يا لبي، احذر يا ولد الناس، احذر. انني اتبرع منه. يا قوم يا قوم، تعالوا وانظروا. ارايتم انه يسخر منا ومن آلهتنا؟ لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنته بل الأعظم. برافو، حلو أوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة. إيه يا جدعان، في إيه؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا، إنه يسب آلهتنا وأمهاتنا وآباءنا. عليك لعنتين، لعنة اللات ولعنة العزة. في ايه يا عم؟ مالكوا عيال كفار الملاذيع؟ إنه يصفنا بالكفار. عليكم بهذا اللمبي. لا، عليكم بهريسة، فهو من أتى به إلى هنا. اقتلوه. وأنا أضم صوتي إلى صوتك. أتحرضهم على قتلي يا لمبي؟ عارف، عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى. اقتل. تسلم إيدك. عمو عمو، الشاهد طيب، الشاهد طيب، الشاهد أشهد الله إلا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، الشاهد أشهد الله أكبر، أشهد الله إلا إله إلا الله.
جدي. أما أنت فلترحل غدا. لا فلترحل اليوم. لا فلترحل الآن. ده انت حنفي حنفي مفيش كلمة خالص يعني. حصل حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كيادة كده وقعدي افرقي بنفسك. مستكيفة انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجالة بعض. ماشي بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا مبسوط يا عمو. يا قوم يا قوم يا قوم هريسة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة. فليذهب إلى الجحيم. لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونقتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه؟ ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني. عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه اللمبي. اللمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز، وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. وخدمتك كليبة هل ستنساها؟ لا بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني. كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر. ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي. يا قوم يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 يا رجال. هيا إلى بيت بني هريسة. هيا هيا هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. Oh,
بالتريق.